فيلم وثائقي يرفع النقاب عن دور قطر في تمويل الجماعات الإرهابية في أوروبا، ويرصد المزيد من الأدلة حول دولة قطر الداعمة للإرهاب بحسب ما نشره موقع 7 Day News، حيث يستند الوثائقي الفرنسي البلجيكي المشترك إلى آلاف الوثائق السرية التي تثبت تمويل قطر للمؤسسات والمشروعات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في العديد من الدول الأوروبية. وتحت عنوان قطر حرب نفوذ الإسلام في أوروبا، كشف الفيلم الذي عرضته محطة لا أونتيل الفرنسية كيف تضخ الدوحة أوروبا بملايين من اليورو عن طريق منظمة إنسانية أشبهها. وبينما تروج قطر لأعمالها الخيرية، يظهر الفيلم الوثائقي ازدواجيتها وألاعيبها وما تخبئه من أهداف تحت شعارات خيرية. هذا الفيلم يفصح عن وجه جديد لمؤسسة قطر الخيرية التي تقول عنها قطر أنها مؤسسة خيرية تقدم مساعدات إنسانية للاجئين وضحايا الكوارث الطبيعية والحروب في أكثر من 70 دولة حول العالم. بينما يكشف الوثائقي زيف هذه المعلومات، كما يكشف قدراً كبيراً من المعلومات السرية عن المنظمة غير الحكومية. ومن بين الحقائق الواردة في الفيلم الوثائقي أن الدوحة تنفق أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014 لدعم الكيانات الإرهابية في أوروبا، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المشروعات التي تمولها قطر بملايين الدولارات في الدول الأوروبية. يذكر أن هذا الفيلم من إعداد الصحفيين الفرنسيين جورج مالبورنو وكريستيان تشينو، اللذين نشرا في وقت سابق كتاب يحمل عنوان أوراق قطر، تناول فيه قضية التمويل القطري لتنظيم الإخوان والأفراد الذين يروجون للأفكار المتطرفة تحت غطاء أكاديمي وتعليمي وخيري في القارة الأوروبية. لقناة ليبيا الحدث، ألا عياد.